بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المحاضرة رقم 5 في قرص نظرية المرونة الخطية Linear Zero Velocity الموجه إلى طلبة كلية التربية وكلية العلوم. المحاضرة 5 بعنوان Equations of Motion. الأوتلاينز الخاصة بهذه المحاضرة: Equations of Motion معادلات الحركة، Moment of Force عزم القوى، Principal Stress الإجهاد الأساسي، Homework Equations of Motions. نتعلمنا من المحاضرة السابقة أن القوى المؤثرة على الجسم نوعين: قوى حجمية وبعبر عنها بتكامل على الحجم للقوى المؤثرة على وحدة الحجم، وقوى سطحية بسميها surface force وبعبر عنها بتكامل على السطح للقوى المؤثرة على السطح. محصلة القوتين اللتان تؤثران على الجسم أقدر أعبر عنهم بمجموع القوى الحجمية والقوى السطحية في المعادلة رقم في المعادلة رقم 1، إن التكامل على القوى الحجمية التكامل على الإكس دي في زائد التكامل على الاس تي نيو دي اس بيساوي المحصلة اللي هرمزها بالرمز اف، ودي هسميها المعادلة رقم 1. لكن انا عندي but from the نيوتن سكند لو وها من قانون نيوتن الثاني ان القوى المؤثرة على الجسم او محصلة القوى المؤثرة على الجسم بيساوي معدل التغير في كمية الحركة، يعني الاف بتساوي بي دوت اللي هي كمية الحركة، وكمية الحركة زي ما انا عارف ان هي بتساوي الكتلة في السرعة متفضلة بالنسبة للزمن. الكتلة الجسم هنا ثابتة فبخرجها بره عملية التفاضل، تصبح المعادلة اف اللي هي محصلة القوى المؤثرة على الجسم بتساوي ام كتلة الجسم في سرعته متفضلة بالنسبة الى الزمن اللي هي تسمى العجلة. ده شبيه او ده قانون اللي هو الاف بتساوي الام في الاي. اذا اقدر اعبر زي ما انا ملاحظ ان القوى الحجمية والقوى السطحية هي عبارة عن تكامل على الحجم وتكامل على السطح، والقوى المؤثرة على الجسم اللي هي الاف بتساوي ام في اي او الام في الفي دوت لازم احولها الى صورة تكامل عشان المعادلة كلها تبقى من نفس النسق. فالبي دوت اللي هو معدل تغير كمية الحركة هتساوي تكامل على الفي للرو في دوت دي في. حصلت على العلاقة دهيت من العلاقة اللي بتقول ان الرو بتساوي ام على في، الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. وهنفترض ان انا واخد وحدة الحجوم واحد يبقى الرو بتساوي ام، وهكامل على الحجم علشان اجيب الكثافة الموجودة للجسم كله تطلع تكامل على الحجم لرو في في دوت دي في. المعادلتين 1 و 2 هكتبهم بالشكل التالي: تكامل على الاكس دي في تكامل على الاس تي نيو دي اس بيساوي تكامل على الفي تكامل على الفي رو في دوت دي في. المعادلة رقم 3 اصبحت معادلة من نفس النسق: تكامل على الحجم تكامل على السطح تكامل على الفي. هتقابلني مشكلة اني لازم اعين او احول التكامل السطحي الى تكامل حجمي عشان تبقى المعادلة كلها عبارة عن تكامل على الحجم. العملية دي هعملها ازاي؟ هكتبها الاول خالص في صورة تنسور، يعني هستبدل الشكل الموجود للمعادلة رقم 3 بشكل اخر، ان انا هعبر عن الكميات الموجودة في المعادلة رقم 3 بمركباتها، يعني تكامل على الاكس دي في اللي هو متجه هعبر عنه بتكامل على الفي للاكس اي دي في. اذا ده تنسور من الرانك الاول الذي يمثل المتجه القوى الخارجية الحجمية. تكامل على السطح هكتبه بالشكل ده: تكامل على الاس تي اي نيو دي اس، ده ايضا متجه من متجه كتبته في صورة مركباته اللي هو تنسر من الرنك الاول، والمعادلة
الجزء الثالث اللي هو الطرف الايمن هكتبه بالشكل ده، التكامل على الفي رو اي دوت دي في، والاي هنا بتساوي 1 و2 و3، اذا المعادله رقم 3 اللي مكتوبه في صوره اتجاهيه كتبتها في صوره تنسور فورم في المعادله رقم 4. وفي الحقيقه انت شايف معادله واحده بس، لكن هم دول 3 معادلات مش معادله واحده، لان انت لو خدت الاي بواحد هتديك معادله، ولو خدت الاي ب2 هتديك معادله تانية، ولو خدت الاي ب3 هتديك معادله تالتة. طب ايه معنى الاي 1 و2 و3؟ الاي بواحد معناها المعادله ديت في اتجاه محور الاكس، اللي هي المركبات اللي في اتجاه محور الاكس، والاي ب2 معناها المركبات اللي في اتجاه محور الواي، والاي ب3 معناها المركبات في اتجاه محور زي. لكن انا عندي العلاقة اللي بتقول لي، اللي هي بسميها كوشي ريليشن، ان تي اي نيو بتساوي نيو جي تاو جي اي. العلاقة دهيت بتربط القوى المؤثرة على السطح بالإجهاد اللي حاصل داخل الجسم تاو ميو جي في متجه الوحدة العمودي المؤثر على السطح. وبالتالي متوقع ان انا هاخد المعادلة رقم 5 واحطها في المعادلة رقم 4 بالشكل ده. اكس اي ده القوة الحجمية، وهنا هستبدل تي اي نيو بي تي من يو جي تاو جي اي، وبقية الحدود زي ما هي. هستخدم الدايفيرجنس تيرم اللي هيحول لي التكامل السطحي الى تكامل حجمي. تكامل على السطح لتي نيو جي تاو جي اي دي اس هحوله الى تكامل على الحجم بالشكل ده، تكامل على الفي تاو تو جي اي كوما جي دي في. دي معادلة او دي نظرية دايفرجنس تيرم اطبقها على التكامل السطحي عشان احوله الى تكامل حجمي. هحط المعادلة رقم 7 في المعادلة رقم 6، اصبحت بالشكل ده، اصبح العلاقات كلها عبارة عن تكامل على الحجم. الجزء ده اللي انا غيرته من تكامل سطحي الى تكامل حجمي. هاخد التكامل الحجمي عامل مشترك، هنقل الحد ده الناحية الأخرى بإشارة مختلفة، واخد التكامل على حجم عامل مشترك، تصبح المعادلة بالشكل ده. طبعا الحجم اللي أنا بختاره ده اختياري، إذا الحجم ما بيساوي الصفر، إذا اللي داخل الأقواس هو اللي بيساوي صفر. إذا أقدر أقول إن التاو جي أي كوما جي زائد الاكس اي بتساوي رو في اي دوت. طيب تاو جي اي كوما جي معناها ايه؟ تدرج الاجهاد الداخلي، كوما جي معناها تفاضل، بالنسبه تفاضل الكميه اللي موجوده ده اهي بالنسبه الى الاكس جي. دي اسمها ايكويشن اف ايكوليبريم، معادله الاتزان او معادله الحركه. هستبدل ال في اي اللي موجوده في الطرف الايمن، ال في اي اللي هي السرعه بتساوي تفاضل اليو اي بالنسبه للتي، اللي هو السرعه بتساوي تفاضل الازاحه بالنسبه الى الزمن. اذا ال في اي دوت اقدر اقول عليها المشتقه الثانيه بالنسبه للازاحه، المشتقه الثانيه مشتقه الازاحه، المشتقه الثانيه للازاحه بالنسبه الى الزمن. تصبح المعادلة دهيت بالشكل ده، تاو جي اي كوما جي زائد الاكس اي بتساوي رو بارشال تربيع يو اي باي بارشال تربيع بارشال تي تربيع. دي اسمها معادلة الاتزان في حالة الحركة. ان ستاتيك ايكوليبريم ات تيكس ذا فورم، لو الجسم اللي عندي المعادلة رقم 8 بتصف الازاحة الحادثة داخل الجسم المتحرك، التشوه الذي يحصل داخل الجسم اذا كان بيتحرك بسرعة مقدارها v او بيتغير مع الزمن. طيب لو كان الجسم ده ثابت فالطرف الايمن ده هو بيساوي صفر، وتصبح معادلة الاتزان على الشكل رقم 9. طيب المومنت اوف فورس ده المخرج الثاني من المحاضرة، مومنت اوف فورس اللي هو عزم القوة المؤثرة على الجسم. انا عندي معادلات الحركة بالشكل ده، او القوى المؤثرة على الجسم هي قوة حجمية وقوة سطحية، وانا استبدلت القوة السطحية القوى المؤثرة على الجسم بالشكل ده، وعوضت فيه قانون نيوتن الثاني، وحولت عايز اجيب المومنت دلوقتي، فهاخد
المعادلة اللي هي ده هي اللي هي القوى الحجمية زائد القوى السطحية المؤثرة على الجسم بيساوي معدل التغير في كمية الحركة تبع لقانون نيوتن التاني. هاخد المومنت، المومنت للفورس عموما بيساوي الار كروس الاف، فالطرف الايسر هضرب ار كروس الاكس، ده عزم القوى الحجمية. الحد الاخر ار كروس تي نيو دي اس اللي هو عزم القوى السطحية، هيساوي العزم الناتج من السرعة او الازاحة الار كروس في دوت. هستخدم العلاقة دهيت في التنسر برودكت ابسلون اي جي، وده احنا خدناه في المحاضرة رقم واحد، ان التكامل التفاضل او حاصل الضرب الاتجاهي اقدر اكتبه بالشكل ده ابسلون اي جي كي ار جي اكس كي دي في زائد تكامل على السطح ابسلون اي جي كي ار جي تي كي نيو دي اس بيساوي رو تكامل على الحجم ابسلون اي جي كي ار جي في كي دوت. العلاقات الموجودة او الحدود اللي موجودة داخل التكاملات دهيت دي نتيجة لحاصل الضرب الاتجاهي والتعبير عن حاصل الضرب الاتجاهي باستخدام التنسورز. لكن انا عندي الار جي هي الاكس جي، هنرمز لها بالرمز اكس جي، التي تمثل مسقط متجه الموضع ده هو على المحور اكس جي. يعني لو انا خدت الجي بواحد يبقى مسقط متجه الموضع على الاكس واحد اللي هي اكس واحد. لو انا خدت الجي باتنين هتديني اكس اتنين اللي هي الواي. لو انا خدت الجي بتلاتة هتديني اكس تلاتة اللي هي الزي. زي المعادلة السابقة دهيت هكتبها بالشكل ده بعد ما اشيل الار جي واحط بدلها اكس جي، تعويض مباشر. في حالة الاكوليبريم، يعني استاتيك اكوليبريم يعني الجسم ما بيتحركش، ما بنهتمش بحركة الجسم، فالطرف الايمن دهوت هيساوي صفر، تصبح المعادلة بالشكل ده ابسلون اي جي كي اكس جي اكس كي زائد تكامل على السطح ابسلون اي جي كي اكس جي تي كي نيو دي اس. ولازم تفرق بين الاكس سمول والاكس كابيتال. اكس سمول ديت اللي هي الاحداثيات التي تصف موضع الجسم، والاكس كي كابيتال اكس كي او اكس كابيتال كي ديت بترمز الى القوى الحجميه. هستخدم علاقات كوشي في الحد الثاني اللي هو ده اهو، تين كي نيو بيساوي نيو بي تاو بي كي، وعوض بيها تصبح المعادله بالشكل ده، مجرد ان انا عوضت عن تي اي نيو. هستخدم الدايفرجنس ثيرم عشان احول التكامل السطحي الى تكامل الحجم عشان ما يبقاش عندي تكاملان مختلفان في المعادله. دايفرجنس ثيرم بتقول لي ان الحد الثاني ده هو اللي هو تكامل على السطح، انت عندك هنا الاساسي تي نيو اللي هو العمودي على السطح، هيحول لي الكميات كلها الى تكامل على الحجم متفضله بالنسبه للاندكس بي اللي هو الاندكس الخاص بالنيو. يبقى ده تحويلة التكامل السطحي الى تكامل حجمي. اعوض بيها في المعادلة السابقة بالشكل ده، اصبح عندي تكامل حجمي على كل الاطراف، اخده عامل مشترك واخد معاه الابسلون اي جي كي عامل مشترك، تصبح المعادلة بالشكل ده. هعمل عملية التفاضل للحد ده، ده معناه ان الحد ده متفاضل بالنسبة للاكس بي، لان انا قلت قبل كده ان كوما كي ترمز الى التفاضل. لما فاضل ده عبارة عن تفاضل لحاصل ضرب دالتين، افاضل الحد الاول هيديني اكس جي كوما بي وتي بي كي تنزل زي ما هي، زائد الحد التاني هترك الاكس جي كما هي وافاضل تاو بي كي، هتبقى تاو بي كي كوما بي، والاكس الحد ده هينزل زي ما هو. هجمع الحدود المتشابهة مع بعضيها، اخد الابسلون اي جي كي اللي انا واخدها في الاول عامل مشترك، واجمع الحدين دول مع بعض واخد الاكس كي اكس جي عامل مشترك. لكن احنا عندنا في الاستاتيك ايكوليبريم الحد ده يمثل معادلة الحركة او معادلة الاتزان، ده يمثل معادلة الاتزان استاتيك ايكوليبريم، اذا المعادلة ده هي بصفر. يطلع عندي ان التكامل على الحجم ابسلون اي جي كي اللي هو الحد ده مع الحدين مع الحد ده اكس جي كوما بي تي بي كي دي في بيساوي صفر. هغير اكس جي كوما بي معناها
تفاضل الاكس جي بالنسبة للاكس بي، والتفاضل ده موجود لو كانت تو انديسيز متساويين، وبيساوي صفر لو كانت تي انديسيز بيساوي مختلفين. اذا اكس جي كوما بي هي نفسها دلتا جي بي، والحد ده تي تاو بي كي ينزل زي ما هو. هستخدم وظيفة الدلتا. وظيفة الدلتا بتحول الانديسيز البي ده هو هتلغيه وتحط مكانه الجي، تصبح المعادلة ابسلون اي جي كي تاو جي كي دي في بيساوي صفر. التكامل الحجمي، الحجم اللي انا بكامل عليه ده حجم اختياري، وبالتالي لا يجوز ان هو يبقى بصفر. يطلع عندي اللي داخل التكامل هو اللي يبقى بصفر، ابسلون اي جي كي تاو جي كي بيساوي صفر. ايه معنى العلاقة دي؟ استفيد منها في ايه؟ العلاقة دهيت بتقول لي تاو جي كي السيمتريك تنسور اند ساتيسفايز ذا ريليشن، تاو جي كي بيساوي تاو كي جي. وزي ما قلت قبل كده ان تاو جي كي ده ستريس تنسور او موتر الاجهاد، مكون من 9 مركبات. بمعنى ايه ان هو متماثل؟ بمعنى ان تاو اكس واي هي نفسها تاو واي اكس، وتاو اكس زي هي نفسها تاو زي اكس، وتاو زي واي هي نفسها تاو واي اكس. ولو انا استخدمت الارقام اكس بواحد والواي باتنين والزي بتلاتة، يبقى تاو واحد اتنين هي نفسها تاو اتنين واحد، وتاو واحد تلاتة هي نفسها تاو تلاتة واحد، وتاو تلاتة اتنين هي نفسها تاو اتنين تلاتة. هستفيد من ده في ايه؟ ان الستريس تنسور كومبوننتس بدل ما هم 9 هيبقوا 6 في 3 دايمنشن، وبدل ما هم 4 في 2 دايمنشن هيبقوا 3 فقط. يعني سيجما في ال 2 دايمنشن هتاخد الشكل ده. هتلاحظ هنا ان انا استبدلت تاو 1 2 ب او تاو 2 1 بتاو 1 2، اصبح ده زي ده نتيجة للتماثل اللي حصل من العلاقة دي. وموتر الاجهاد في ال 3 دايمنشن بالشكل ده، هستبدل تاو 2 1 او اكس واي اكس بتاو اكس واي، اصبحت تاو واحد اتنين او تاو اكس واي هي نفسها تاو واي اكس، والحد ده او الترم ده تاو اكس زد هو نفسه تاو زد اكس، تبدلته والجزء ده هو نفس الجزء ده، وبالتالي المركبات هتتخفض من 9 الى 6. يبقى معانا دلوقتي اول فايدة من العزم، او استنتجت من العزوم القوى المؤثرة على الجسم الجاسي، ان انا بخفض مركبات الاجهاد الستريس سنسور من 9 ل 6 في الثري دايمنشن، ومن 4 ل 3 في التو دايمنشن. ملخص للي احنا قلناه قبل كده لما سبق في هذه المحاضرة، معادلات الحركة بتتكون من 3 معادلات. المعادلة الاولى بسميها معادلة الاتزان، المعادلة الثانية هي علاقات كوشي او بسميها constitutive relation، او العلاقات اللي بتربط ما بين الاجهاد المتولد داخل الجسم نتيجة لتأثير القوى الخارجية عليه. والعلاقة الثالثة بتقول ان تاو جي هي نفسها تاو جي اي، ان موتر الاجهاد دوت او الستريس سنسور لازم يبقى متماثل. الفيرست ايكويشن بتبقى 3 معادلات، هي مكتوبة في صورة تنسور فورم، دي 3 معادلات لان الاي بيساوي 1 و2 و3. والمعادلة التانية بتسمى الكونستيتيوتيف ريليشن، ودي بتبقى 6 كومبوننتس. والمعادلة والريبيتد انديسيز معناها ان ده سمشن على ال، يعني الريبيتد انديسيز هنا في ده سمشن على الجي. الريبيتد انديسيز في المعادلة الاولى معناها ده سمشن على الجي، والاندكس المتكرر مرة واحدة بسميه free index. طيب المعادلات الحركة دهيت مكتوبة في تنسور فورم، انا عايز اكتبها في اكسباندد فورم بدلالة الاكس والواي. هجمع على الجي بالشكل ده، وبعد كده هاخد الاي بواحد واثنين وثلاثة، تطلع لي المعادلة الاولى بالشكل ده، والمعادلة الثانية بالشكل ده، والمعادلة الثالثة بالشكل ده. لو انا عوضت عن الاكس بواحد والواي باتنين والزي بتلاتة، تطلع لي المعادلة الاولى بالشكل ده، والمعادلة التانية بالشكل ده، والمعادلة التالتة بالشكل ده. والمعادلة التانية هي عبارة عن الستريس تنسور بالشكل ده، ودول اصبحوا 6 مركبات مش 9.
يبقى عندي 3 معادلات تمثل معادلات الحركة، والستريس سنسور 6 مركبات ديت كلها بتصف التشوه الناشئ في الجسم المرن نتيجة لتأثير القوى الخارجية عليه، سواء إذا كانت حجمية أو سطحية. اللي احنا عايزين نعرفه الجزء الثاني من المحاضرة البرنسبال ستريس. ايه هو البرنسبال ستريس؟ للترجمة الحرفية بتاعته اللي هو الإجهاد الرئيسي. ملخص للي انا عايز اقوله، ان احنا لو عندنا جسم يخضع تحت تأثير قوة حجمية او قوة سطحية في الفراغ، فعايزين نعين الاستريس تنسور الرئيسي من خلال ان انا ادور المحاور بطريقة معينة بحيث يبقى عندي فقط الاجهاد الرئيسي وما يبقاش عندي شير ستريس. فانا هعتبر ان عندي ستريس تي نيو acting on any surface of the prism as in the figure. عندي هرم بالشكل ده بأثر عليه بقوة خارجية تي نيو، وده العمودي على السطح اللي بيأثر على تؤثر عليه القوة. هقوم بتحليل القوة دهيت إلى 3 اتجاهات، تي واحد تي اتنين تي تلاتة. القوة الخارجية المؤثرة على الجسم ده تؤدي إلى توليد إجهاد داخل الجسم بالشكل ده على الوجه الأول. الاسفل هنا تي سيجما زد، والاندكس الاول يشير الى العمودي على المستوى، والاندكس الثاني يشير الى اتجاه القوة، وهنا هتتولد قوة ايضا في اتجاه العمودي على المستوى اللي هو محور زد، وهنا هتتولد قوة على المستوى اللي متجه الوحدة العمودي عليه هو الاكس. عايز ادور المحاور دهيت بحيث ان انا احصل فقط على 3 مركبات للاجهاد وليس 6. فالتي نيو بيساوي ليه 3 مركبات، تي نيو 1 تي نيو 2 تي نيو 3. ده متجه الاجهاد اللي يؤثر على الجسم او القوى الخارجية المؤثرة على الجسم، ودي قوة سطحية. ايضا تي اي نيو بيساوي نيو جي تاو جي اي اللي هو علاقات كوشي اللي بتربط ما بين القوى الخارجية والاجهاد المتولد داخل الجسم. حاسبتين ان نيو جي اليونت فيكتور على البلين بي سي دي، والتي نيو ديبند اون ذا دايركشن اوف نيو جي بيعتمد على اتجاه نيو جي. ناو وي وونت تو ديترماين ذا نورمال فيكتور نيو جي، عايز اعين مركبات متجه الوحده نيو جي على البلين بي سي دي بحيث ما يبقاش عندي شير ستريس، يبقى عندي فقط اجهاد رئيسي او الاجهاد اللي في القطر الرئيسي. البي سي دي بسميه برنسبال بلين، والنيو جي بسميها برنسبال اكسس، وتاو اي اي اللي هي السيجما اي الموجودة عندنا هتسميها البرنسبال ستريس. يبقى المطلوب ان انا اعين او اخفض الستريس سنسور من 6 مركبات الى 3، والثلاثة دولت يبقوا موجودين في القطر الرئيسي او موجودين في الاتجاهات العمودية الموازية للمحاور الرئيسية، والمحاور ده هي هتسميها principal axis. الكلام ده هيتم ازاي؟ من خلال شوية خطوات هنعملهم بالشكل ده. الاول هاخد العلاقة تاو اي جي ناقص لامدا دلتا اي جي، هطرح من القطر الرئيسي لموتر الاجهاد لامدا واساويه بالصفر، واجيب المحددة بتاعته واحصل على الايجين فاليوز. بعد كده هاخد الايجين فاليوز واعوض بيها عشان اجيب الايجين فيكتورز، وهضربها في نيو جي عشان تعين لي الايجين فيكتورز. هيديني 3 معادلات ب3 مجاهيل لازم احلهم مع بعض مع استخدام الشرط ده، نيو 1 تربيع زائد نيو 2 تربيع زائد نيو 3 تربيع بيساوي 1، اللي هي الدايركشن مجموع الدايركشن كوزاينز بيساوي 1، علشان احصل على الايجين فيكتورز. الايجين فيكتورز ده هيت هتحول لي هتعين لي الروتيشن ماتريكس او مصفوفة الدوران. استخدم قانون التحويل التنسورز باستخدام المصفوفات بالشكل ده احصل على البرنسبال اكسس. تعال نشوف مثال. جيفنج تاو اي جي بيساوي 3 و 1 و 1 و 0 و 2 و 1 و 2 و 0. Stress tensor as a point B in coordinate system x 1 و 2 و 3. Find the principal stress and the principal axis.
الحل يكمن في ان انا هاخد الستريس سنسور ده واطرح من القطر الرئيسي لامدا واسويه بالصفر واعين قيمة المحدد ده تطلع لي بالشكل ده. المحدد ده عبارة عن محدد من الدرجة التانية، تانية 2 × 3 × 3، تطلع الايجين فيكتورز 3 مركبات، اللمضة تطلع ليها لمضة 1 بتساوي -2، ولمضة 2 بتساوي 4، ولمضة 3 بيساوي 1. دي الايجين فيكتورز الخاصة ب سوري الايجين فاليوز الخاصة بالستريس سنسور. هروح احل المعادلة دي، تا واي جي ناقص لمضة دلتا اي جي ميو جي بيساوي صفر، مع المعادلة دهيت احصل على الايجين فاليوز. تتذكر العلاقة دي، هاخد اللمضة بواحد وعوض بيها هنا، يعني هطرح من القطر الرئيسي 1 واضربه في تي نيو، يطلع لي 3 معادلات بالشكل ده. لما اضرب واساوي بالصفر يطلع لي 3 معادلات بالشكل ده. 3 معادلات ده هم غير كافيين لايجاد الميو 1 والميو 2 والميو 3، فهحل معاهم المعادلة نيو 1 تربيع زائد نيو 2 تربيع زائد نيو 3 تربيع بتساوي 1. هنا هعوض عن النيو 1 بتساوي نيو 3 والنيو 2 بتساوي نيو 3 من خلال العلاقتين الـ3 علاقات دول، وعوض في العلاقة دهية احصل على نيو 1 ونيو 2 ونيو 3، هي الايجن فيكتورز الاولاني المتمثل في المعادلة رقم 1. الخطوة الثانية، هاخد لامدا بتساوي 4 واكرر نفس اللي انا عملته في العلاقة دهية، وحل المعادلات 3 معادلات ده هم مع معادلة الدايركشن كوزاين اللي هي دهيت، احصل على 3 قيم هي مركبات متجه الوحدة او الايجين فيكتورز الخاصة بالايجين فاليوز لامدا 2 بتساوي 4. وهعمل الحكاية دي، ده هيبقى النورمال فيكتورز. هاخد اللامدا 3 بتساوي -2 وعوض في العلاقة السابقة اللي هي دهيت، واحل المعادلات الثلاثة مع المعادلة دهيت، احصل على الايجين فاليوز للايجين فيكتورز للايجين فاليو الفاليو الخاصة باللمضة. هحطهم الثلاثة عندي 3 معادلات، المعادلة 1 المعادلة 2 والمعادلة 3، هكتبهم بالشكل ده. ديت بسميها روتيشن ماتريكس. الروتيشن ماتريكس دهيت هي اللي هتحدد لي البرنسبال اكسس والبرنسبال ستريس والنورمال ستريس. هستخدم التحويله دهيت، ان التا واي جي داش بتساوي البيتا في تا واي جي في البيتا ترانسبوز. هضرب دي مصفوفه الدوران اللي انا عينتها من الايجين فيكتورز الخاصه بالتحويله بتاعتي، وده الستريس سنسور المعطى في بدايه المساله، ودي الروتيشن ماتريكس بس متدوره الترانسبوز بتاعها. هتلاقي ان الصف ده هو نفسه سوري في خطأ هنا، ده المفروض دي ترانسبوز، في ترانسبوز، ده المفروض ان هو بيتكتب كده. فلما اضرب ده، خلي بالك من الترانسبوز ده، انت المعادله ديت متدوره. فلما اضرب هلاحظ ان انا حصلت على كل المركبات بتساوي اصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي، ما عدا عناصر القطر الرئيسي اللي هي 1 و4 و -2. يبقى انا في الحاله ده هي دورت المحاور بطريقه معينه بحيث ان انا الغي الشير ستريس ويفضل عندي فقط النورمال ستريس، وكده يبقى انا عينت الستريس سنسور نورمال اللي بسميه برنسبل ستريس سنسور، والبرنسبل اكسس اللي هي الايجن فيكتورز الخاصه بالمصفوفه. و نظرية بتقول لي لو انت عندك اف لامدا 1 لا تساوي لامدا 2 لا تساوي لامدا 3، زن نيو 1 نيو 2 نيو 3 ار بيربنديكلير ان تاو اي جي بيساوي تاو جي اي. ايه معنى الكلام ده؟ لو انت عندك 3 ايجين فاليوز للمصفوفة بتاعتك او للستريس سنسور بتاعك، الثلاثة غير متساويين، الايجين فاليوز غير متساويين، وبالتالي الايجين فيكتورز هيطلعوا متعامدين، وبالتالي هيطلع التاو اي جي بيساوي تاو جي اي. هو كده كده هلازم يطلع متماثل. البروف هنثبت ان احنا عندنا معادلة علاقات كوشي بتقول ان تي اي نيو بيساوي نيو جي تاو جي اي. هفرض ان انا عندي لامدا 1 لا تساوي لامدا 2، وبالتالي
لامدا 1 ميو اي بتحقق الايجن فاليوز بتاعتها، عوض بيها بالشكل ده، عوض بلامدا 1 ولامدا 2 هنا في العلاقة دهيت، واطرحهم الاتنين من بعض، هضرب المعادلة رقم 1 في تي اي نيو اي تربيع، والمعادلة رقم 2 في نيو اي 1 2، دي مش تربيع، دي ده اندكس 2، يعني هعمل عملية تبادل، هضرب ده في 1 نيو اي 1 واضرب ده في نيو اي 2، لما اضرب هحصل على الشكل ده، لان المعادلة الاولى ضربتها في نيو اي 2 اهي، والمعادلة الثانية ضربتها في نيو اي 1 اهي. اطرح المعادلتين دول من بعض، او خلي في الليفت هاند سايد في المعادلة رقم 4 اللي هي المعادلة دهيت، خلي الجي مكان الاي والاي مكان الجي، هنا خلي الاي مكان الجي والجي مكان الاي عشان اخلي الاثنين دول زي بعض في الرايت هاند سايد اللي هو الجزء ده، هبدل الاي بجي، دي هتبقى اي ودي هتبقى جي ودي هتبقى اي ودي هتبقى جي، هتبقى بالشكل ده تاو جي اي نيو جي في جي في اي. اطرح المعادلتين دول من بعض، هاخد لامدا 1 عامل لامدا 1 ناقص لامدا 2، واخد ميو اي 1 ميو اي 2 عامل مشترك، وهنا هيطلع لي ميو جي 1 عامل مشترك مع نيو اي 2 هاخدهم عامل مشترك، الحدين دولت هتلاحظ تي اي نيو بتساوي نيو جي اي اللي احنا لسه ثبتناها في بداية المحاضرة من المومنت اوف فورس، ان موتر الاجهاد ده متماثل، اذا الحد ده بيروح بصفر، اذا المعادلة دهيت هتتكتب بالشكل ده، لامدا 1 ناقص لامدا 2 ميو اي 1 ميو اي 2 بتساوي صفر، لكن انا في بداية الحل فارض ان نيو 1 لا تساوي نيو 2، وبالتالي ما ينفعش يساوي بعض، اذا هيطلع عندي نيو اي 1 ونيو اي 2 بيساوي صفر، وده معناه ان هما متعامدين على بعض. ده هوم وورك، فايند ذا برنسبل اكسس اند البرنسبل ستريس فور تنسور تي اي جي بيساوي 1 0 ناقص 1 0 ناقص 1 0 ناقص 1 0 1. للمهتمين تقدر تحل الهوم وورك تبعتهولي على piazza.com. شكرا جزيلا على متابعتكم للمحاضرة.